مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هنتكلم عن مجموعة من الأسهم الأمريكية بناء على طلب السادة الكرام المشاهدين، وهنبدأ بسهم MDB، مونجو دي بي. طيب، واضح جدا إن احنا ما اشتغلناش عليه خالص قبل كده، فعلشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي أزيد من اللازم، تعالوا نركز على الرؤية قصيرة الأجل. الرؤية قصيرة الأجل بتقول إن في معاناة على الرسم البياني اليومي بوجود قمم أقل من بعضها البعض وقيعان أقل من بعضها البعض، يعني اتجاه هابط على الإطارات الزمنية القصيرة. ولكن زي ما حضراتكم ملاحظين، عندنا خط مقاومة إلى حد ما أفقي حول مناطق 200 دولار. هذه المقاومة تمكن السهم من كسرها لأعلى بفجوة سعرية صاعدة وبحجم تداول متميز، وتوافق ذلك مع إعلان نتائج مالية مقبولة، ثم الآن يقوم بالتصحيح هبوطا وبحجم تداول متناقص. وبالتالي الاتجاه الهابط الذي تحدثنا عنه غالبا انتهى، والناتج إيجابي إما صاعد أو عرضي، وتظل الرؤية كذلك إيجابية ما دام فوق مناطق ال 200 دولار. خلينا نقول معانا حد سفلي لها حول ال 190 دولار علشان الذبذبة. مستهدفات السهم في الموجة الدافعة لأعلى المنتظرة هو حد الفجوة السعرية الهابطة السابقة القديمة حول مناطق 240 امتدادا إلى 250، محطة أولى، ممكن يروح لمناطق 300 دولار محطة تانية على إطارات زمنية أبعد. صمام الأمان لمن يمتلك مراكز افتراضية مفتوحة على الإطارات الزمنية القصيرة عند 190 دولار. ده كده سريعا قدر المستطاع سهم مونجو دي بي. أنا بعد كده هقعد مع نفسي وأرسم كل الخطوط اللي رسمتها دي على البرنامج، لأني رسمتها الآن بأدوات الشرح في التسجيل. السهم الثاني صوفاي، SOFI، أكيد اشتغلنا عليه مع بعض قبل كده مرة واثنين وثلاثة. هنلاحظ إيه في سهم صوفاي؟ أول حاجة بيختبر مناطق مقاومة أسبوعية أفقية طويلة الأجل حول 15 دولار، وكنا اتكلمنا عليه قبل كده ورسمين الخطوط اللي احنا رسمينها دي مع بعض، فواضح جدا إن في تذبذب عنيف حول هذه المستويات في السابق، وفي الآخر نجحت كمقاومة في صب السهم للأسفل نحو مناطق أدنى من ال10 دولار. الآن السهم بيحاول تاني، لكن المنطقي لما تيجي تختبر مناطق أنت عارف إنها تشكل مقاومات، يعني في احتمال كبير يظهر عندها شيء من الضغط البيعي، فده مش المكان الأمثل للتفكير في الاتجاه الشرائي. ربما يكون لديك صمام أمان على الإطارات الزمنية قصيرة الأجل حول ال13، وربما يكون ال15 نفسها أحد المستهدفات وال18 مستهدف تاني. أوكي، لكن كل هذا لمن يمتلك مراكز افتراضية مفتوحة، بينما من لا يمتلك فالتوقيت غير مناسب، لأن الدخول على المقاومة يستدعي الترقب لظهور ضغوط بيعية وليس دفع شرائي. فنخلي بالنا الأمر مختلف بين القسمين، من يمتلك حاجة ومن لا يمتلك السهم حاجة تانية، من يمتلك الأسهم حاجة ومن يمتلك الكاش حاجة تانية. القرار ممكن يكون مختلف تماما، بدليل هنا بنقول احتفاظ ما دام فوق مناطق ال13 للمراكز الافتراضية المفتوحة ومن يمتلك، بينما هنا انتظار او تجنب حتى تتضح الرؤية او يبتعد عن المقاومة، سواء يبتعد لأسفل نحو ال10 كدعم شهري طويل الأجل، او يبتعد نحو مستويات اعلى فيعتبرها دعم باستمرارية الإغلاق فوقه. ده سريعا سهم صوفاي، هل ممكن يروح لمستويات أبعد من ال18؟ كلام سابق جدا لأوان، وما تنساش إن احنا ما زلنا في حيز المقاومة،
فكلام سابق الأوان إنك تتكلم عن مستهدفات أبعد كمان من الحد العلوي للمقاومة. بدري قوي على الكلام ده. إنفيز إنرجي، على فكرة كان المفروض أعمل الفيديو ده من يومين، لكن أنا مشغول في ترتيبات كورس بي سي آي، وكذلك بداية تسجيل المحاضرات للناس اللي اشتركت، عشان هنبدأ في 1/7 إن شاء الله. نيجي لإنفيز إنرجي، كنا راسمينه مع بعض، واضح قوي إن السهم في اتجاه هابط بدأ يتحول إلى متوسط الأجل، يعني مش بس قصير، ده تجاوز ال3 أشهر، فبدأ يبقى اتجاه هابط متوسط الأجل للأسف الشديد. وتظل الرؤية في سهم إنفيز إنرجي سلبية ما دام في القناة السعرية الزرقاء التي رسمناها مع بعض. خلي بالك، علشان نتخلص من السلبية محتاجين حاجتين. أول حاجة محتاجين نكسر خط الاتجاه الهابط لأعلى، أو نحافظ على تكوين مستجد أفقي. طبعا الحديث عن اتجاه صاعد في غير محله في الوقت الحالي، خصوصا ان في الموجة الدافعة لأسفل الأخيرة في سهم انفيز انرجي كانت بفجوة سعرية هابطة وبحجم تداول ضخم، وده يشير إلى ان الحركة الآن تصحيحية وبحجم تداول متناقص، يعني اتجاه هابط كلاسيكي من العيار التقيل. وتظل الرؤية سلبية، ولو عايز تعرف رقم تظل الرؤية سلبية في سهم انفيز انرجي ما دام تحت 50 دولار. طبعا كسر ال37 ده معناه ان السهم رايح في موجة دافعة لأسفل مستجدة تستهدف مستويات أدنى. أما في الوقت الحالي فإنفيز إنرجي واضح انه بيتميز بشيء من التصحيح ضد التيار الهابط، وطبيعة التصحيح ممكن يكون مؤقت قصير الأجل. مايكرو استراتيجي كلمنا عليه قبل كده، بس فين بقى الخطوط اللي رسمناها مع بعض؟ غالبا قسم وبعد التقسيم الخطوط باظت فمسحت كل حاجة. اهو قسم هنا، فبعد التقسيم اظن كده يعني. طيب علشان ما نستهلكش وقت ازيد من اللازم نركز على الرؤية القصيرة، هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان كان عندنا في وقت من الاوقات اتجاه هابط. هذا الاتجاه الهابط اهي معالمه اهي هبوطه. طيب معالم الاتجاه الهابط السابق قمة أقل من قمة وقاع أقل من قاع، ولكن مؤخرا قام بتكوين ما يشبه القاع المزدوج بخط رقبة حول مناطق 340 دولار. جميل جدا. أنا ليه بقول ما يشبه؟ لأنه مش كلاسيكي ومش مضمون، خصوصا إن الكسر الخاص للأعلى لتلك المقاومة حول 340 لم يتميز بأي حجم تداول ملفت. دي أول مشكلة. وحجم التداول أثناء التصحيح برضه مش منخفض بما يكفي، بالعكس ده في أوقات جاءت بحجم تداول أعلى من المتوسط. فالكريتيريا اوف كوركشن أو الكريتيريا اوف البول باك، أو بمعنى أدق الثرو باك، مش جيدة كما يكفي. فأنا مش قادر أضمن رؤية إن ده انعكاس. نقول تاني ليه؟ حجم التداول أثناء الكسر الأعلى ما كانش متميز، حجم التداول أثناء التصحيح في أيام أعلى من المتوسط، والقاع المزدوج نفسه كنسبة وتناسب مع حجم الاتجاه السابق في كلام كتير. طيب خلونا نرجع للأساسيات. الأساسيات بتقول إيه؟ إن إحنا عندنا دعم عند 340، ويصنف السهم إيجابيا ما دام محافظ على 340. طب إيجابيا ليه؟ على الإطار الزمني القصير فهو إيجابي، وبالتالي هيستخدم كصمام أمان. طبعا إغلاق تحت ذلك المستوى 3 أيام متتالية أدعى للتخفيف، بينما إغلاق تحت ذلك المستوى أسبوع كامل وخاصة يوم الجمعة أدعى للتخارج من المراكز الافتراضية المفتوحة. بسبب ضبابية رؤية التصحيح والكسر للأعلى الحاصلة، أتخوف من فتح مراكز افتراضية في مكان الطبيعي. لو كان في سهم آخر بمعطيات أفضل كان ممكن يبقى مكان صالح لفتح مراكز افتراضية. نتحدث عن المستهدفات. المستهدفات على الإطار الزمني القصير تبدأ من 420 مستهدف أول، ولو الأمور استمرت كما يجب ممكن نشوف 450، ثم لكل مقام مقال. APLD Applied Materials على ما أذكر، لا Applied Digital Corporation. طيب
سهل سهل وبسيط، يا سهل جدا. ليه سهل جدا؟ زي ما حضراتكم شايفين، اتجاه عرضي عملاق بدعم عند $3.5 ومقاومة حول $11. طب سهل ليه؟ سهل لأنه كسر المقاومة وبيصحح فوق منها، وإن شاء الله يعتبر هذا كدعم. تعالوا نشوف التفاصيل أهو. خلي بالك بقى، الكسر جاء مميز للغاية، جاء بشمع سيطرة شرائية وبحجم تداول أعلى من المتوسط، والتصحيح جاء بأحجام تداول منخفضة للغاية، وبالتالي طبيعي وبديهي تبقى منطقة $11 منطقة تسمح بفتح مراكز افتراضية جديدة في سهم أبلايد ديجيتال كوربوريشن، فيما هو حول تقريبا تقدر تقول بداية من $10.5 امتدادا إلى $11.5 بسمك دولار كامل، منطقة تصلح للدخول الافتراضي. بينما صمام الأمان ممكن نستخدم مناطق $9 كصمام أمان للمراكز الافتراضية المفتوحة حول تلك المستويات المذكورة، والمستهدفات تبدأ من $14 و$15 على الإطار الزمني القصير، بينما يستخدم سمك الاتجاه العرضي بالكامل كمستهدف على الإطارات الزمنية المتوسطة والطويلة، يعني $8 وهي مسافة بين 3 و11 مجازا يعني. فممكن $8 تضاف إلى الـ11، يعني المستهدفات على الأطر الزمنية الطويلة والمتوسطة الأجل في سهم أبلايد ديجيتال ممكن تصل إلى $19، مع العلم الصفقة الافتراضية المحتملة ذات مخاطرة مرتفعة نظرا لذبذبة السهم العنيفة، وبالتالي الحد الأقصى من الكاش الافتراضي يستحسن أن يكون في حدود 1% فقط. كورس بي سي اي، باب الاشتراكات مفتوح على رقم واتساب المبين امام حضراتكم على الشاشة.